أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل أجر من يصنع الطعام في البيت؟ نعم. يقول: هل أجر من يصنع الطعام في البيت لإكرام ضيفانه أكثر من أجر من يأتي به من الخارج كالمطاعم وغيرها؟ ما هو بلازم. المهم أنه يجيب لهم طعام سواء من بيته أو يشتريه من المطعم، لكن قد يكون أنه إذا صنع في بيته يكون أرغب لهم، أرغب لهم من أن يؤتى به من المطعم، لأنهم قد يكرهون طبخ المطعم أو يظنون أنه طعام قديم أو أنه ما هو بصحي. لا شك أن طبخه في البيت أنه أحسن لهم وأرغب عليهم. نعم. لكن اليوم من يطبخ في البيت؟ ما أحد يطبخ في البيت إلا ما شاء الله، إنسان عجوز ولا. أما المتعلمات والطالبات، الدكتورات والطبيبات، ما هم طابخات. نعم.